انتقادات لإنشاء الكتل البرلمانية ومخاوف من تكرارها ما قامت به كتل في مجالس سابقة. مقتل رجل أمن بحريني خلال اشتباك مع متظاهرين، والاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لعملية الحوار. جمعة كشملك ومعا ضد العنف يكرسان الانقسام في المشهد المصري بين الإسلاميين والليبراليين. والمجتمع الدولي يتحرك باتجاه حل سلمي في سوريا، وبريطانيا تؤكد أن المتشددين في سوريا تهديد لأوروبا. السلام عليكم، نشرة الأخبار من قناة الكود الفضائية. ينظر مجلس الأمة في جلساته خلال الأسبوع القادم عددا من المواضيع، في مقدمتها الاستجوابان المقدمان من النائبين فيصل الدويسان وحسين القلاف لوزيري الداخلية والمواصلات على التوالي. كما من المقرر أن يناقش عدد من القوانين من قانون تجنيس 4000 من فئة غير محددي الجنسية خلال هذا العام. هذه المواضيع يرى الكثيرون أنها ستشهد تباينا في وجهات النظر النيابية، وهو الأمر الذي يجعلها الامتحان الأول للكتلتين النيابيتين اللتين تم إعلانهما مؤخرا. هذه الكتل التي قوبل تشكيلها بانتقاد من قبل عدد من النواب الذين حذروا من حذو هذه الكتل حذو كتل سبقتها في مجالس سابقة. رغم الفترة القصيرة التي مرت من عمر مجلس الأمة الحالي، إلا أن هذا المجلس شهد ولادة كتلتين برلمانيتين تضمان مجتمعتين 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمة 50، وقوبل الإعلان عن التكتلين الجديدين بعدد من الانتقادات، وخصوصا مع الخوف من احتمال انتهاج هذه التكتلات ما انتهجته كتل برلمانية في مجالس سابقة، مع فارق أن تلك التكتلات كان معظمها يأتي قبل المجلس من خلال تبادل الأصوات بين المرشحين، وهو ما لم يحدث في المجلس الحالي بسبب نظام الصوت الواحد الذي جاء من خلاله المجلس. كما قال من انتقد تشكيل الكتل البرلمانية في هذا المجلس أن التكتلات تأتي حسب القضايا المطروحة، لأن الاتفاق الذي يتحقق في قضية معينة قد لا يتحقق في قضايا أخرى. الآن أنت تأتي تقول بنسوي تكتل، أقول لك أوكي، التكتل حق شنو؟ يعني أنا أؤمن أنك تجد تكتل لقضية وليس تكتل لتوجه سياسي كامل، ما تصير. أنا اليوم قد أتفق وتكتل مع الأخ أحمد المليفي ضد موضوع التجنيس، خلنا نقول نوقف ضد التجنيس فندش تكتل في الموضوع هذا، بس باكر في كوادر قد هو يكون موقفه ان نعطي كوادر وانا موقفي ضد، فراح اكون انا ضد احمد المليفي اللي كنت امس وياه في هذا الموضوع. الاشياء اللي نجتمع ونختلف عليها متغيره، وبالتالي انا ما اقدر اتخيل ليش محتاج تكتل ثابت باعضائه للموضوع هذا. تأييد التكتلات الجديدة ومعارضتها في المواقف رأى أبن أبي الفضل أنه يعتمد على القضية وليس على مسمى التكتل، فمن يتفق معه اليوم قد يعارضه غدا. أنا ممكن أكون مع أي تكتل، يعتمد على الموقف على القضية. يعني اليوم وقف مع هذا التكتل، إذا 4-5 تكتلات، وقف مع هذا التكتل في التصويت أو وقف مع تكتل ثاني. كما رأى النائب نبي الفضل أن مجيء أي من التكتلات السياسية من أجل الضغط على الحكومة مثل ما شهدته مجالس سابقة يعد جريمة سياسية. يعني هذا التوجه لاحتكار القرار أو للضغط على الحكومة كأغلبية مثل ما كان هذه، لا، هذه جريمة سياسية في رأيي. بس إذا أنت بتكتل لأن في شيء يجمعك ما في غلط. أنا شخصيا لا أجد شيء يجمعني مع الكل في كل الأحداث وكل القضايا، شيء مخالف للطبيعة. الطبيعة أنه إذا نتفق اليوم على هالموضوع باكر نختلف وعقبا نتفق على شيء آخر. التكتلات النيابية الجديدة قد يكتب لها النجاح في التنسيق بين أعضائها حول القضايا المطروحة في مجلس الأمة، فيما لم يستبعد عدد من المراقبين أن تكون الاستجوابات القادمة وقضية غير محددي الجنسية من أبرز الاختبارات لمدى تماسك هذه الكتل وإمكانية استمرارها في المجلس الحالي، وخصوصا مع التباين الكبير بين آراء بعض أعضائها حيال بعض القوانين، ولعل أبرز هذه القضايا قانون تجنيس 4000 من البدون الذي يحظى بدعم كبير من البعض، فيما يقابله البعض الآخر بمعارضة شرسة تزيد حتى على معارضة الحكومة لهذا القانون.
اختتم مهرجان الموروث الشعبي الثالث للمسابقات الشعبية الموروثة فعالياته بتكريم الفائزين في مسابقات الإبل بأنواعها والطيور مساء أمس، وذلك بحضور عدد من المشاركين والجمهور. المركز الثالث. اختتمت فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الثالث المقام تحت رعاية سمو أمير البلاد مساء الأمس، وتم توزيع الجوائز على الفائزين الذين وصل عددهم إلى 680 فائزا من مجمل المشاركين في المهرجان. وشكر رئيس اللجان العليا للمهرجان الشيخ ضاري الفهد صاحب السمو الأمير على مكرمته واهتمامه الدائم بالمهرجان، متمنيا أن يحظى المهرجان في العام المقبل بمشاركة أكبر مع تجاوز كافة العقبات التي اعترت المهرجان خلال العام الحالي. نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد على هذه الثقة وهذه المكرمة للسنة الثالثة وسمو ولي عهده على ما يقومون من دور لأبنائهم في الجزيرة العربية وفي دولة الكويت بأخص. نبارك للجميع الفائزين والمشاركين ومحبين الموروث الشعبي نجاح موروثنا الشعبي. من جانبه أكد رئيس لجان التحكيم الشيخ صباح فهد الناصر نجاح المهرجان نجاحا باهرا، موضحا أن المهرجان شهد عدة فعاليات تقام لأول مرة في الخليج العربي. مبارك حق اليوم اللي تكرموا الفائزين، طبعا هم كلهم فائزين اللي حضروا معنا اليوم، واللي ما حلف الحظ نقول هم مبروك فائز، ونبارك اخواننا اليوم هم فازوا بسيف صاحب السمو لاول مره يقام في المجلس التعاون الخليجي في الكويت، ونبارك ايضا اخواننا اول مسابقه الثلاث قامت في الكويت، نبارك الف مبروك والف مبروك طبعا للجميع الحضور معنا اليوم الفازوا، واللي ما فاز ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله في الكويت في مرض الشعبي الرابع ان شاء الله، وهم في مفاجات اخرى ان شاء الله في مرض الشعبي الرابع، والف مبروك للجميع ان شاء الله. شكرا. المهرجان الذي استمر لشهر كامل وسط مشاركات فاقت 5000 متسابق من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي وصلت فيه قيمة الجوائز إلى 2.5 مليون دينار كويتي، كما أعلن رئيس لجان التحكيم صباح فهد الناصر. تشاهدون بعد قليل. إسرائيل تبتز الفلسطينيين في معبر بيت حانون. في أجواء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن رجل أمن توفي بعد إصابته بمقذوف حارق، لتكون ثاني حالة وفاة بعد سقوط الفتى الجزيري أمس. وتتزامن المظاهرات وجولة الحواري بين الحكومة والمعارضة مع دعوة الاتحاد الأوروبي للحد من استعمال العنف ودعمه لاستمرار الحوار القائم. في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في البحرين، والتي أسفرت عن سقوط فتى إثر إصابته بطلق ناري وإصابة عدد من الأشخاص، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن رجل أمن توفي بعد إصابته بمقذوف حارق نقل على إثره للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله متأثرا بإصابته. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الشعبية من قبل المعارضة في مختلف القرى والبلدات للمطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 3 مصورين صحفيين تابعين لوكالات أنباء عالمية من منطقة الدي غرب العاصمة البحرينية المنامة. وقد اعتقلت القوات مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، ومصور وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية حسن جمالي خلال تأدياتهم عملهم الصحفي. في هذا السياق تستمر جولة الحوار بين الحكومة والمعارضة البحرينية، وهو الحوار الذي كانت تأمل فيه المعارضة الوصول إلى اتفاق يشكل بارقة أمل للوضع في البحرين، لكن مسار الحوار لم يسر وفقا لما كانت تأمل المعارضة إلى حد الآن، وهو ما يثير القلق من فشله والعودة إلى نقطة الصفر. من جانبها رحبت كاثرين أشتون المتحدثة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار الوطني بالبحرين وبإسهام جميع الأطراف في المصالحة الوطنية، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الحوار الوطني في حال يطلب البحرينيون ذلك. كما أكد المتحدث باسم المسؤولة الأوروبية على ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف في المظاهرات. من جهته أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم
على ضرورة تماسك ووحدة الشعب البحريني مهما كان الاختلاف في وجهات النظر. الشيخ عيسى أكد أن ما شهده 14 من فبراير هذا العام يؤكد أن شعب البحرين شعب مجد، إذا قال صدق وإذا تحرك ثبت. جاء هذا اليوم ليؤكد أن هذا الشعب لا يتعب، أو أنه إذا تعب لا توقفه عن طلب حريته وكرامته وحقوقه المتاعب. ليؤكد أن سنتين من الحراك المستمر المليء بالتضحيات الجسام والآلام المضنية يضيف إليها هذا الشعب السنة والعشر سنوات وأكثر وأكثر على طريق المعاناة والبذل والفداء وركوب الشدائد دون أن يفكر في أن يعود من حراكه الإصلاحي خاسرا وإلى حالة الإفساد والفساد. جاء هذا اليوم ليقول بأن الشعب يؤمن كل الإيمان بحقانية قضيته وعدالة مطالبه وصحة حراكه ورأفة ربه ورحمته ونصره، وأن أمله في النصر لا يعرف الذبول. استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم بعد أن قام مستوطن إسرائيلي بطعنه بسكين حتى الموت، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عملية القتل وقعت في موقع قيد البناء في تل أبيب، وأنها ألقت القبض على المشتبه به، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشهيد يبلغ من العمر 25 عاما وهو من قطاع غزة ويعمل عامل بناء، فيما أشارت تقارير طبية أنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى. يعاني الفلسطينيون الذين يريدون التنقل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية الابتزاز من قبل السلطات الإسرائيلية التي تساومهم ما بين حريتهم وانتمائهم الوطني لأرضهم من خلال جملة من الإجراءات التعسفية تجعل الكثير منهم يتردد كثيرا قبل المرور من خلاله. معبر بيت حانون إيرز، المنفذ الوحيد لأهالي قطاع غزة مع الضفة الغربية، تحول إلى مصيدة للمرضى الغزيين المحولين للعلاج في مستشفيات الضفة أو فلسطين المحتلة. رامي الطيب نموذج حي ممن تعرضوا للاعتقال هو وأخيه على المعبر، وبات ككثيرين من المرضى الذين يتخوفون السفر خشية الوقوع في الأسر أو المساومة أو الابتزاز. قدمنا تصريح زيارة ورحنا نزور والدتي، إن 15 سنة ما شفناهاش. عندما دخلنا عند اليهود فجأة اعتقلونا، أنا اعتقلوني 24 ساعة، هو اعتقلوا لفترة طويلة بتهمة شغب على إسرائيل وأمن إسرائيل، وهو رغم أنه مريض ويعني وضع النفسي مريض وعنده زيادة كهرباء وبغيب، وهو في الأساس كان رايح يتعالج يعني عند والدتي. غزة والتي يكسوها لباس الفقر والبطالة والمرض عوامل تعد ورقة رابحة لإسرائيل للإيقاع بضعفاء النفوس ليكونوا رهينة الوقوع في وكر العمالة، مستغلة بذلك حاجة المرضى للعلاج أو المسافرين عبر معبر إيرز بيت حانون. هناك كثير من المواطنين كما أسلفت في بداية حديثي اشتكوا من تعرضهم للابتزاز من قبل المخابرات الصهيونية على معبر بيت حانون، لكن هناك وحدة تابعة للأجهزة الأمنية تعزز من صمود هؤلاء، تعزز من ثقتهم بأنفسهم وألا يرضخوا وألا يضعفوا أمام ضابط المخابرات في هذه النقطة، خاصة أن المواطن الفلسطيني هو بحاجة إلى أن ينتقل إلى داخل الكيان أو إلى يعني الضفة أو الأردن للعلاج. المنظمات الحقوقية في قطاع غزة استنكرت الاستغلال الإسرائيلي لمن هم بحاجة للعلاج، مما ينافي القوانين الدولية التي تجمع على احترام المرضى وحقهم في توفير ما يلزمهم من رعاية وعلاج بدلاً من اعتقالهم أو استغلالهم. يفرض القانون الدولي الإنساني على سلطات الاحتلال أولاً ضمان توفير الرعاية الصحية، ضمان حسن تسيير المنشآت وتسجيل المنشآت الصحية في القطاع بما تحتاج إليه، ضمان وصول المرضى إلى المستشفيات، هذا واجب والتزام قانوني أصيل يقع على عاتق سلطات الاحتلال، ولكن ما تقوم به هو العكس تماماً، تحاصر غزة، تمنع وتحول دون تطوير خدمات الرعاية الصحية في القطاع، وعندما تفرض حالة صحية على مريض السفر للعلاج في مستشفيات فلسطين في الضفة الغربية وخاصة في القدس توقع بهذا الفلسطيني ويجري اعتقاله. معبر بيت حانون فخ منصوب للفلسطينيين هنا، والعبور يعني أن يكلفك حريتك أو انتمائك الوطني، والسؤال هنا متى سيصبح للفلسطينيين معابرهم الخاصة؟
غدا خالد لقناة الكوت غزة. بدأ حزب الله في لبنان بإعداد رده على الاتهامات التي وجهتها إليه الحكومة البلغارية بالضلوع في حادث تفجير باص سياحي في مدينة فرغاس في أعقاب تسلم لبنان ملف القضية من الحكومة البلغارية. كما من المنتظرين أن يعلق أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على القضية في كلمة يلقيها غدا السبت بمناسبة الاحتفالات بذكرى استشهاد القادة الثلاثة. اتهام بلغاريا لحزب الله بضلوعه في تفجير بورغاس في 18 من شهر تموز الماضي أثار العديد من ردود الفعل اللبنانية والإقليمية والدولية. وبعد الطلب الرسمي الذي قدمه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور إلى السلطات البلغارية لتقديم كافة المعلومات الموجودة بحوزتها لمعرفة الحقيقة في تفجير الباص السياحي في بورغاس والتحقيق في أمر اتهام حزب الله منذ فترة، جاء الرد البلغاري سريعا حيث تسلم وزير الخارجية والمغتربين من القائم بأعمال السفارة البلغارية في لبنان بلامينتو زولف مذكرة مقرونة بالملف الكامل لحادثة تفجير بورغاس. حسب مصادر مقربة من حزب الله أشارت إلى أن البلجيكيين تعرضوا لضغوط إسرائيلية وأمريكية من أجل توجيه الاتهام نحو حزب الله، بغض النظر عن المعطيات التي ذكروها، وأن البلغار أبلغوا بعض الأوساط القريبة من الحزب أنهم يتعرضون لضغوط من أجل دفع الأمور بهذا الاتجاه. رئيس الحكومة اللبنانية أستاذ نجيب ميقاتي أعلن استعداد للتعاون مع البلغار وأنهم سيتم التجاوب مع أي مطلب. وبعد تأكيد مصادر مقربة من حزب الله أن الرد على اتهام بلغاريا في تفجير بورغاس لن يتأخر بل سيأتي مفصلا على لسان الأمين العام السيد حسن نصر الله في كلمة يلقيها في احتفال ينظمه الحزب في ذكرى استشهاد القياديين الثلاثة. لذلك إذا صحت المعلومات أن السيد حسن نصر الله سيتحدث يوم السبت المقبل في هذا الموضوع، على الأغلب أنه سيؤكد أولا على رفض الاتهام، على وضع هذا الاتهام في سياق الحملة التي تشن على حزب الله منذ عدة سنوات لتشويه صورته. أظن أن السيد سيؤكد على دور حزب الله في المقاومة، خصوصا أن شعار الاحتفال هو الطريق نحو فلسطين في ذكرى، بالإضافة للتأكيد على أن الرد على اغتيال الشهيد الحاج عماد المغني سيأتي، لكن حزب الله هو الذي يقرر وهو يريد أن يستهدف القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين. بلغاريا تؤكد أنها لا تريد استغلال الموضوع بل محاسبة الفاعلين، والطرف اللبناني يطلع على محتوى الملف الذي سلمه الطرف البلغاري. ورد حزب الله سوف يأتي على لسان أمينه نهار السبت في ذكرى القادة الشهداء، وحتى ذلك الحين أسئلة تنتظر الإجابة. جنان شحادة، قناة الكوت، بيروت. شارك آلاف الإسلاميين بمصر اليوم في مظاهرة بالقاهرة للتنديد بالعنف الذي شاب احتجاجات الأسابيع الماضية وعبروا عن تأييدهم للرئيس محمد مرسي. في المقابل نظم مئات النشطاء مسيرات إلى قصر القبة الرئاسية الذي نقل مرسي عمله إليه بعد احتجاجات دامية أمام قصر الاتحادية خلال الأسابيع الماضية. كسابقاتها من الجمعة استمرت الانقسامات والاستفافات التي يشهدها المجتمع المصري بين مؤيدي التيار الإسلامي ممثلا في الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم من الأحزاب السلفية من جهة والتيارات المدنية والليبرالية من جهة أخرى، حيث شهدت عدة مدن مصرية مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس محمد مرسي. فقد خرج الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي عقب صلاة الجمعة إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة للمشاركة في مظاهرة باسم معا ضد العنف التي دعا إليها عدد من القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. وفي نفس الوقت توافد مئات من المعارضين في مسيرات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس للتعبير عن معارضتهم للرئيس مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين. وشارك الآلاف في المظاهرة المؤيدة للرئيس محمد مرسي عند جامعة القاهرة مع مشاركة رمزية لجماعة الإخوان المسلمين وسط حضور بارز لعدد من قياداتها ومن قيادات الجماعة الإسلامية وحزب الوسط.
وتحمل الحركات والأحزاب الإسلامية قيادات جبهة الإنقاذ مسؤولية توفير غطاء لأعمال العنف من خلال المظاهرات المتكررة التي يشارك فيها من يقومون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف نحو مقرات حزب الحرية والعدالة ونحو قصر الاتحادية الرئاسي. ورفع المتظاهرون أمام جامعة القاهرة لافتات تدعو لنبذ العنف، كما اتهموا رموزا غير محددة من النظام السابق بالدفع بعناصر للاندساس وسط المتظاهرين للقيام بأعمال عنف في الشارع بهدف إفشال حكم جماعة الإخوان المسلمين. في المقابل خرجت عدة مسيرات للمعارضة باتجاه قصر القبة للمشاركة في فعاليات أطلق عليها مليونية كش ملك التي دعت إليها بعض القوى السياسية وسط غياب لرموز جبهة الإنقاذ. وليس هناك تواجد ملحوظ لقوات الأمن المركزي عند بوابات القصر، لكن القوات المسؤولة عن تأمين القصر الرئاسي قامت ببناء جدار من الصاج على بعد 5 أمتار من البوابة الرئيسية للقصر. وفي ميدان التحرير وزع عدد من معتصمي الميدان بيانا يدعو جميع المواطنين للمشاركة في المظاهرات لتحقيق أهداف الثورة، وطالبوا عبر البيان بإقالة وزير الداخلية، وشددوا على استمرارهم فيما سموه مطاردة الرئيس من قصر إلى قصر وعدم تراجعهم عن المطالبة بإسقاطه. كما نظمت بعض الحركات والقوى السياسية مسيرة جنائزية من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب القريب منهم، وذلك تنديدا بمقتل الصبي عمر البالغ من العمر 12 عاما والمعروف باسم الطفل بائع البطاطا، والذي لقي مصرعه بعد أن أصيب بطلق ناري من سلاح أحد أفراد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بمحيط السفارة الأمريكية. يأتيكم بعد قليل. نيزك يضرب الأرض في منطقة الأورال ومئات الإصابات. يبدو أن المجتمع الدولي يتحرك باتجاه قبول مختلف الأطراف باعتماد الحل السلمي كمخرج وحيد للأزمة السورية التي تقترب من دخول عامها الثاني. وفي هذا السياق أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكية الجديد جون كيري عقب لقاء لهما، أكد الرجلان على أن الخيار الآمن للصراع الدائري في سوريا يكمن في جلوس الأطراف المختلفة إلى مائدة المفاوضات. في أول لقاء يجمع بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري، استحوذت القضية السورية واستفحال العنف في البلاد على القسط الأكبر من اجتماع الرجلين. ففي حين اعتبر مون أن المأساة في سوريا تتعمق أكثر من دون أي أفق لحل سياسي، أوضح كيري أن الإدارة الأمريكية تفضل حلا سياسيا تفاوضيا ينتج عنه رحيل الرئيس الأسد. واتفق مون وكيري على دعم مبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب للحوار مع السلطات السورية، معتبرين أنها فرصة ينبغي عدم تضييعها. ورشحت أخبار من مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث عقد الاجتماع أن الرجلين بحثا مسودة عدد من المقترحات القائمة على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يشترط تنحي بشار الأسد عن السلطة كخطوة أولى، بل يعمل على إقناعه بذلك عبر الانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية مع من يخولهم النظام من رموز المعارضة المعترف بها. كما تتضمن هذه المقترحات خيار نشر قوات حفظ سلام دولية وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في 30 يونيو من العام الماضي. إلى ذلك أعلنت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أن ما يقدر ب40,000 شخص قاموا بالفرار من بلدة الشدادية في شرق سوريا بعد 3 أيام من القتال العنيف. وتخشى الدول الأوروبية من أن استمرار أمد الصراع الدائر في سوريا سوف يزيد من مخاطر تشكيل جيل جديد من المتشددين المدربين على القتال، الأمر الذي سيمثل خطرا على عدة دول أوروبية.
وفي هذا السياق وصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك سوريا بأنها أصبحت المقصد رقم واحد للجهاديين في كل مكان في العالم. وحث هيك روسيا والصين على دعم جهود مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع، وإلا واجه العالم خطر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية السورية. في هذا السياق أيضا أعرب منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل كيركوف عن قلقه المتزايد إزاء تنامي ظاهرة توجه الشباب الأوروبي إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة المعارضة للنظام في دمشق، الأمر الذي اعتبره المسؤول الأوروبي مصدر قلق كبير بسبب الخوف من عودة عدد كبير من هؤلاء الشباب بعد حصولهم على خبرات ميدانية قتالية كبيرة. وحول التطورات الميدانية أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي ميشكوف أن قيادة الناتو أكدت للمسؤولين الروس أن نشر صواريخ باتريوت عند الحدود التركية السورية ليس تحضيرا لتدخل عسكري في سوريا، كما أنه لن يستخدم أيضا لإقامة منطقة حظر جوي. وفي شرق روسيا هز انفجار قوي منطقة الأورال في ساعة مبكرة تسبب في سقوط أجسام لامعة من السماء يعتقد أنها شهب، مما أدى إلى إصابة أكثر من 1000 شخص بجروح نتيجة تحطم النوافذ وتطاير الزجاج. في حادثة كونية نادرة ومن عجائب صنع الخالق، أدى مرور وابل شهوبي في السماء وانفجاره فوق شرق روسيا إلى إصابة أكثر من 1000 شخص وسقوط كرات من اللهب على الأرض وتهشم زجاج النوافذ بالمنطقة وحدوث أضرار بالمباني. وفي مدينة تشيليابنسك الصناعية شرق العاصمة الروسية موسكو، سمع الأهالي دويا كالانفجار وشاهدوا أضواء مبهرة وبراق الشهاب في السماء مخلفا ذيلا طويلا من الأدخنة البيضاء، ثم تلا ذلك وقوع موجة اهتزازية أثناء توجههم إلى أعمالهم، مما أدى إلى انطلاق أجهزة الإنذار بالسيارات فيما طرأ عطل فني متقطع على شبكة التليفون المحمول. ويعاني المصابون الذين تم نقلهم إلى المستشفيات من جروح متقطعة وكدمات جميعها بسبب تطاير زجاج وأطر النوافذ المحطمة، ولم تشر الأنباء إلى حدوث أي وفيات. وأرجع مسؤول ظاهرة الوابل الشهوبي وانطلاق نيازك بأنها ربما تكون مرتبطة بكويكب كان من المقرر أن يمر بكوكب الأرض على ارتفاع عشرات آلاف الكيلومترات. وقالت وكالة الفضاء الروسية راشا كوزموس إن الوابل الشهوبي كان يسير بسرعة 30 كيلومترا في الثانية، مشيرة إلى أن مثل هذه الظواهر لا يمكن التنبؤ بها قبل حدوثها. وقالت وزارة الداخلية الروسية إن انفجار الشهاب تسبب في موجة من الدوي الصوتي الهائل. ووصفت وزارة الطوارئ ما حدث اليوم بأنه وابل شهوبي في صورة كرات من اللهب، وأشارت إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال عند معدلاتها الطبيعية، وأهبت بالناس ألا يفزعوا وألا يبرحوا منازلهم إلا عند الضرورة القصوى. وكانت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا قد ذكرت أن كويكبا يبلغ قطره نحو 46 مترا سيمر في مسار قريب من كوكب الأرض، وهو أقرب مسار من أي كويكب منذ أن بدأ العلماء في مراقبة هذه الأجرام بصفة دورية قبل 15 عاما. وفي اتصال هاتفي أجريناه معه، أكد الباحث الفلكي الكويتي عادل السعدون أن حسابات المدار أفادت أن هذا النيزك لم يكن سيصطدم بالأرض، بل كان سيمر على بعد 27 ألف متر، إلا أن هذه الحسابات كانت خاطئة. طبعا اللي نزل في روسيا هذا اليوم هو نيزك اللي اسمه 2012 DA-14. هذا النيزك اكتشف في فبراير سنة 2012، يعني قبل سنة تقريبا، اكتشف في اسبانيا، وكان مقدر ان مو يصطدم بالارض، يعني حسب الحسابات اللي يسمونها عناصر المدار ما حق هذا النيزك، انه يقترب من الارض بمسافة 27 ألف كيلومتر، وطبعا المسافة هذه قريبة جدا.
لكن للأسف هذا كان هناك طبعا خطأ في التقدير واصطدم الأرض اليوم الصبح، وكان مقدر أنه يقترب من الأرض طبعا الساعة 10:30 الليلة توقيت الكويت. يعني هناك فرق عدة ساعات الحقيقة بالنسبة للحسابات اللي عناصر هذا المدار، هو بسرعة 7 كيلومتر في الثانية. وطبعا هذا النيازك متوقع لما تكون قريبة من الأرض بفعل جاذبية الأرضية يغير مسارها، وأثناء دخولها وهو قطرة 45 متر أدت الجاذبية الأرضية والسرعة والاحتكاك مع الهواء إلى أن يتفتت وأصبح إلى مئات الآلاف من قطع، وهذا اللي سبب أنه انتشر بمسافة كبيرة وأدى إلى جرح العديد من الأشخاص. هذه النيازك مكونة من صخور ومعادن، طبعا يكون فيها ماء، لكن الماء يكون يتبخر والثلج يكون يتبخر لما يدش الأرض ونتيجة الحرارة تبقى الصخور والمعادن، وطبعا خطيرة لو ضربت الإنسان وهو يمشي بالطريق. طبعا إذا كان صغيرة وداخل البيت ما راح تأثر عليه، لكن إذا كان في الشارع نعم، ألا إذا سقطت قطع كبيرة على المنازل ممكن تخترق السطح وتدخل وتجرح السكان. نجحت الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي في عرقلة تعيين تشاك هيجل في منصب وزير الدفاع خلال التصويت الذي جرى يوم أمس، وحصل هيجل على تأييد 58 عضوا فقط، في حين أن الأكثرية اللازمة هي 60 من أصل 100، ما سيستدعي تصويتا جديدا بعد 10 أيام. وفشل الأعضاء الديمقراطيون 55 في جذب الأصوات 5 اللازمة من الأقلية الجمهورية للوصول إلى أكثرية 60 صوتا اللازمة لتجاوز الاعتراض الذي تقدم به الجمهوريون لهذا الترشيح في إجراء برلماني قلما يتم اللجوء إليها. وفي شأن أمريكي آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن التخفيضات في الإنفاق الحكومي التي سيبدأ سريانها الشهر القادم ستقوض الدبلوماسية والسياسات الأمنية للولايات المتحدة. وأضاف كيري في رسالة وجهها للكونغرس أن التخفيضات الواسعة في الإنفاق ستضعف بشكل خطير قدرة الخارجية الأمريكية على تنفيذ مهامها الحيوية للأمن القومي. وأشار كيري إلى أن التخفيضات في أموال المساعدات الأمنية قد تتضمن 300 مليون دولار في برنامج التمويل العسكري الخارجي، وتؤدي إلى تخفيضات في المساعدة العسكرية إلى إسرائيل والأردن ومصر، وهو ما يقوض التزام واشنطن بأمن تلك الدول في وقت مضطرب كهذا. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ما وصفته بأنه مصدر مطلع أن كوريا الشمالية أبلغت الصين حليفتها الرئيسية بأنها أعدت لإجراء تجربة أو اثنتين نوويتين آخرين هذا العام، في مسعى منها لإجبار الولايات المتحدة على خوض محادثات دبلوماسية معها. يأتي ذلك فيما بدأت كل من كوريا الجنوبية واليابان في تطوير دفاعاتها استعدادا لأي تطور جديد في ملف كوريا الشمالية. استعرضت كوريا الجنوبية قدرتها العسكرية بعد أيام من تجربة نووية أجرتها الجارة الشمالية، حيث كشفت سيول النقاب عن صواريخ كروز يزيد مداها عن 1000 كيلومتر، قالت إنها قادرة على أن تصل إلى أي نقطة في كوريا الشمالية. كما جدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم كوان جين تعهده بالثار من كوريا الشمالية في حال ارتكابها أعمال استفزازية، وقال أنه يتعين على الجيش الكوري الجنوبي الرد تلقائي على الاستفزازات المستقبلية لكوريا الديمقراطية الشمالية. في المقابل ردت كوريا الشمالية بإعلان امتلاكها صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة، وذلك ردا على اتفاق جديد وقع الأحد بين واشنطن وسيول لزيادة مدى الصواريخ الكورية الجنوبية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اليابان أنه يمكنها اكتساب القدرة على الضربة الوقائية مستقبلا، فيما أعربت الصين عن استيائها من التجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الالتزامات الدفاعية للولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية واليابان، والتي تشمل الأمن المقدم من خلال التزامات الردع الموسعة بما في ذلك المظلة النووية والقوات التقليدية الأمريكية.
وجاء هذا التأكيد خلال اتصالات هاتفية لكيري مع نظرائه الكوري الجنوبي والياباني والصيني، حيث أكد على الحاجة إلى استجابة سريعة وقوية من المجتمع الدولي من أجل إرسال رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية بأن انتهاكها لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي سيكون له عواقب. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: انتقادات لإنشاء الكتل البرلمانية ومخاوف من تكرارها ما قامت به كتل في مجالس سابقة. مقتل رجل أمن بحريني خلال اشتباك مع متظاهرين، والاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لعملية الحوار. جمعة كش ملك ومعا ضد العنف يكرسان الانقسام في المشهد المصري بين الإسلاميين والليبراليين. المجتمع الدولي يتحرك باتجاه حل سلمي في سوريا، وبريطانيا تؤكد أن المتشددين في سوريا تهديد لأوروبا. ولمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.